احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. انطلقت الاحتفالات بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء. تحيتي لكم ولكل متابعينا من مدينة العريش الباسلة بمحافظة شمال سيناء أرض الفيروز، مع استمرار احتفالات المحافظة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أتت هذا العام الاحتفالات في صورة افتتاحات لمشروعات تنموية وأيضا اجتماعية وتعليمية وطبية والعديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين هنا بمحافظة شمال سيناء، وجاء على رأسها القطاع التعليمي باستثمارات تقدر بأكثر من 240 مليون جنيه خاصة بافتتاحات لعدد كبير من المدارس وأيضا تطوير ورفع كفاءة لعدد أكبر من المدارس المتواجدة في أكثر من مدينة، منها مدينة العريش، مدينة الشيخ زويد، وكان هناك افتتاح لمدرستين ابتدائيتين منها مدرسة الوحشي وأيضا مدرسة أبو الرفاعي، وأيضا افتتاح في القطاع الطبي عدد من الوحدات الصحية وتطوير لمستشفى العريش وأيضا عدد من الوحدات الموجودة بمدينة القرماني وأيضا عدد من الوحدات الصحية الأخرى في مدينة الحسنة والروضة وبئر العبد. نتحدث أيضا عن قطاع آخر مهم جدا تنموي وهو القطاع الاجتماعي، تم إنشاء وأيضا الدعم لعدد من المواطنين بالمجتمعات التنموية وأيضا الإنتاج الزراعي في هذه المدن، وأيضا تم دعم عدد من الأهالي هنا بأكثر من منزل بدوي ل بث الحياة مرة أخرى هنا في مدينة العريش وأيضا في عدد آخر من المدن منها الروضة وأيضا بئر العبد التي تم افتتاح بها المجمع الديني وأيضا معهد أزهري في هذه المدن. الحياة هنا تعود إلى طبيعتها، أيضا الحياة هنا تنذر بأن هذه البلاد قادمة بالتنمية والتنمية هي التي تحارب كل الأفكار المتطرفة. أيضا مع الاحتفالات الخاصة بنصر أكتوبر اليوم كانت هناك مسيرة شبابية أيضا ثقافية لعدد كبير من قيادات المحافظة، انطلقت من مقر محافظة شمال سيناء باتجاه النصب التذكاري للجندي المجهول وتم وضع أكاليل الزهور عليه، ثم أيضا مع المساء تنطلق عدد من الاحتفالات الأخرى منها احتفالات شبابية وتثقيفية خاصة بعرض العديد من الأفلام التوثيقية والتسجيلية الخاصة بانتصارات أكتوبر المجيدة. عودة إليكم مرة أخرى.